بحضور قيادات سياسية وحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومحافظ محافظة الحديدة ووكلاء المحافظة والشخصيات الاجتماعية في محافظة الحديدة إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم الخالد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأبيل رمز الوفاء الأستاذ عارف عوض الزوكا مهرجان جماهيري حاشد مهرجان رسم لوحة وطنية عظيمة وبعث رسائل هامة إلى عصابة الكهنوت الإجرامية. أكدت فيها تلك الجماهير أن انتفاضة الثاني من ديسمبر مستمرة وأن الشعب سيواصل السير على درب الزعيم الخالد والأمين رمز الوفاء. أقول للميليشيات أن الانتفاضة مستمرة حتى يحرروا اليمن في المقدمة موط القدم الحديدة، وهم يعني أنهوا أنفسهم بأنفسهم بالإقدام على علي عبد الله صالح والأمين العام. علي عبد الله صالح الرجل الذي نعرفه يضم اليمنيين من مختلف الجهات ويحافظ على أبناء الشعب اليمني، يحافظ عليهم ويعالج قضاياهم، ولكنهم أقدموا على ما اغتالوا علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح ولا أي إنسان هو سيموت، ولكنه مات وهو رافع يعني رأسه وهو يدافع عن مبادئ سبتمبر وأكتوبر. يأتي عظمة هذا اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد زعيمنا قائد رحمه الله الزعيم علي عبد الله صالح والأمين عارف الزوكا. يأتي هذا اليوم ليؤكد أبناء الحديدة ونحن معهم بأننا ماضون وفق ما أمر به زعيمنا في الثاني من ديسمبر من عام 2017، وإن الانتفاضة مستمرة وإننا على أبواب الحديدة بالروح بالدم نفسيك يا يمن. بما أننا نتذكر هذا اليوم العظيم الحزين في ذات الوقت، فإن الرئيس علي عبد الله صالح حينما أعلن قال انتفضوا على هذه الميليشيات الكهنوتية، انتفضوا من أجل الجمهورية والثورة والوحدة، من أجل الجمهورية لأنه نظام ملكي كهنوتي يقوم على ولاية الفقيه في صعدة، يستند على ولاية الفقيه علي خامنئي في إيران. هذه المسألة كان يدرك الرئيس علي عبد الله صالح جيدا، ولهذا قال من أجل الجمهورية، لأن هذه العصابة لو تمكنت لحولت الوضع من جمهوري إلى ملكي، وهي الآن لا يستطيع المشاط أن يقطع أمرا دون أن يعود إلى ولي الفقيه في صعدة. هذه مسألة محسومة مقطوعة. أيضا رئيس الحرس الثوري الإيراني اعترف رسميا أنهم يدعمون هذه الجماعة وهذه الميليشيات. حينما قال الرئيس علي عبد الله صالح كان ينظر بعين ثاقبة حينما قال انتفضوا لأجل الوحدة، لأن هذه الجماعة طائفية كهنوتية لن يقبلها بها لا شمال ولا جنوب. ما حصل اليوم من فعالية ذكرى أول سنة لاستشهاد الزعيم والأمين العام هو رديف الانتفاضة 2 ديسمبر، ونحن بحضورنا نأكد وقوفنا إلى جانب حراس الجمهورية والمقاومة وكل الأبطال الذي في الحديدة، ونقول لهم سيروا قدما لتحرير ما تبقى من المحافظة وإلى كل المحافظات، ونحن سنكون سندا لكم وعونا. هذا يوم الوفاء والتضحية والشجاعة الذي مثله فخامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورفيقها الأمين عارف عوض الزوكا، وقدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة هذا الشعب، فهو يمثل كل يمني يوم الشجاعة والتضحية والفداء من أجل الوطن ومن أجل الحرية والكرامة. ألف شكر للأبطال تام المقاتلين في الميدان الذين شاهدناهم وشاهدنا الأراضي الشاسعة التي حرروها من أقاصي الشرق إلى أقاصي الجنوب والغرب، مناطق شاسعة مشيناها جميعا تملأ أبنائها العزة والكرامة ويتنفسون الحرية الذين كانوا يبحثون عنها. حراس الجمهورية وأسود تهامة وأبطال العمالقة يستحقون الشكر والثناء من كافة أبناء الشعب اليمني. أما فيما يخص من تبقى من الجيش أو من المقاتلين، أنا أدعوهم أن ينضموا إلى زملائهم وكذلك محب الحرية. ومن الساحل الغربي جاءت الرسالة ليقول الشعب
قبل هالفصل لاجتثاث عصابة الكهنوت الإجرامية، وبارك السياسيون والبرلمانيون انتصارات المقاومة اليمنية والجيش الوطني في جميع الجبهات ومنها الساحل الغربي. ولعل حضور القائد البطل العبيد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية جاء ليبارك إرادة الشعب الذي حدد موقفه الشجاع، ومنها دعوته لاستكمال تحرير مدينة الحديدة ودعوة الأبطال للاستكمال. الجماهير المحتشدة أيضا أكدت رفضها لأي وصاية دولية على ميناء الحديدة مهما كانت الضغوط، مؤكدين إنهم مساندين حراس الجمهورية وإخوانهم ألوية العمالقة وصدور تهامة لاجتثاث الميليشيات الكهنوتية واستكمال تطهير ما تبقى من مدينة الحديدة وميناءها وما تبقى من المحافظات اليمنية. أتينا وضاعاً في الزعيم علي عبد الله صالح الله يرحمه وهو صديقه والأمين. الأمين العام عارف الزكاة، ونقول لكل الشعب اليمني أن يؤدي له التحية في هذه الساعة البركة. جينا من مديرية حيث حافيا على الأقدام إلى مديرية الخوخة لنمشي على دربه للأبد، ونحيي العميد طارق على دربه ماشيين إلى الأمام. أنا نازل من المنظر، أنا إن شاء الحديدة تتحرر نرجع إلى بلادنا. حنا أتينا باحتفال علي عبد الله صالح بالزعيم بالشهيد، من زمان إن شاء الله في قلوبنا حتى نموت الزعيم علي عبد الله صالح. الشعب اليمني كله يحبه، لما كانش يحبنا ما كان الجمهور ذا كله أتى اليوم. باسم قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في مديرية المخاء نعزي الشعب اليمني وأفراد آل عفاش بالذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم القائد والأمين العام عارف عمر الزوكا وكل شهداء المؤتمر الشعبي العام وكل شهداء الوطن في الذكرى الأولى للانتفاضة ضد ميليشيات الحوثي الإجرامية، وإننا نعاهدهم بأننا سنظل على الوفاء أبد الدهر. لله العزة، تحية الجمهورية اليمنية. وداعي علي عبد الله صالح الشهيد البطل الذي ليس واحد إكراما له وجعله له حضرنا إليه وحين نبدأ هو وصلته بروح الدم. وهل تؤكدوا أنكم ستجتثوا الميليشيات بإرادة الله سبحانه وتعالى عز وجل بقوة وإخلاص؟ لا شبك حوتي ولا شبك أولاد راس مسير على إلى آخر القطرة من دمحي. نحن على درب الشهيد الزعيم ماظون وعلى درب الشهيد الأمين لن نتراجع أبدا أبدا. بالروح بالدم نفديك يا يمن، 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 بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذه القوة وهذا اللواء وهذه القيادة وهذه الجنود وهذه الحشود وهذه الأمة تحركت اليوم بمناسبة الذكرى لقائدنا الأعظم القائد علي عبد الله صالح الشهيد الذي ضحى بنفسه لأجل هذه الأمة ولأجل هذا الوطن ولأجل هذه الحشود. اليوم خرجت وفاعا وولاعا له ولأمينه عارف الزوكا رحمة الله عليهم، ونقول أن هذه الأمة التي خرجت اليوم هي خرجت تشييدا وتنديدا وقيادة وعمادة وأركانا، تقول معك يا طارق كلنا، معك كلنا جنود أبناء وأفرادا وإخوانا وقيادة ومدراء. لا حوار لا حوار لا حوار إلا البندقية، لا حوار إلا البندقية، مع طارق كلنا، مع المقاومة الشعبية وحراس الجمهورية، مع كل القوات المشتركة من ألوية العمالقة بالكامل، صقور تهامة معهم، مع الأمن المركزي، مع القوات الخاصة، مع النخبة التهامية. هذا اليوم في مدينة الخوخة 4 ديسمبر يثبت مدى حب الشعب اليمني لزعيمه الخالد الزعيم علي عبد الله صالح. وحقيقة نشكر أبناء تهامة وأبناء الخوخة خاصة لحشدهم الكبير وتواجدهم في هذا المكان وبهذه العظمة الكبيرة التي أثبتت مقدار حب هذا الشعب لزعيمه الخالد والأمين العام عوض عارف الزوكا. وأيضا لا ننسى أن هذه رسالة للكهنوت
أبناء تهامة يوصلوها للمحافظات التي لا زالت تحت سيطرة هذه العصابة الكهنوتية، ويقول لهم نحن أبناء تهامة بدأنا بالتحرير وسوف ننتهي في صنعاء، وقريبا سوف نجد أبناء تهامة مع أبطال المقاومة في مدينة صنعاء. هكذا أبناء تهامة وأبناء المحافظات الأخرى قدموا إلى هذا الميدان لإيصال رسالة بأنهم مستمرين حتى يتم تطهير الوطن من ميليشيات الكهنوت. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من محافظة الحديدة. بالروح بالدم بالدم يا يمن بالروح.